السلام عليكم، مرحبا بجميع متتبعين قناة تيكا ان مايوركا. اليوم نشوفوا الجديد ديال تيدي، نشوفوا شنو هو الجديد ديال الديكورات والاواني المنزلية. هذا كيف ما كتشوفوا مجموعة ديال الديكورات مختلفة أشكال وألوان. وهنا مجموعة ديال الفيزال اللي ممكن تستعملها في البالكونات أو في الجردة، الشكل ديالها مزيون. هاد حامل شموع للثمن ديالو 8 أورو. صراحة اللي هي ديكورات زوينة اللي ممكن تستعملها في الحمامات أو الكوزينة أو حتى في الدخلة ديال الدار. الشكل ديالهم رائع. الثمن ديالها 2 أورو و30. هاد حاملات الشموع غزالين كيبانو، ممكن تحطيهم فوق شي انترادا كيديرو 5 أورو و55، رائعين. هنا حاطين ديكورات اللي عندها علاقة بالبحر، أشكال مختلفة. كاين الناس اللي كيعجبها بحال هذا النوع ديال الديكورات. وهنايا صراحة عجبوني بزاف الديكورات في الفضي، فنين لي صغار كيحطوهم أغلبية في بلاطو، كيحطوهم في الكوميدور أو أي بلاصة في الصالون. صراحة فنين. ديكور صراحة رائع، فن. الثمن ديالو 8 أورو. وهاد الجهة عندها علاقة بالكويزين، لي بول كبار مزيونين، دايرين شي 3 أورو.
هنا هاد السيري ديال الوصلات على هاد الشكل هذا. كل حاجة والثمن ديالها، مثلا التبصيل ديال 3.50 €. وهنا مجموعة رائعة، مجموعة أخرى كل حاجة والثمن ديالها، الصراحة كتحمق في البايو. حاجة كتنسيك في حاجة، وهنايا عتني مجموعة أخرى تاني زوينة بحال الفخار. الورقات فنين، دي 4.50 €. هذا عجبني، حمقني. وهادو شبيكات ديال الخبز مثلا، كذلك انا كل حاجه والثمن ديالها، مثلا هذه 5.55 € كبيره. اتمنى تكونوا استمتعتوا معايا في هذا الفيديو، نتلاقاو في فيديو جديد وفي نهار جديد. ما تنساوش المشاركه ولا اللي